العلماء لهم جاه ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول. قوم كلا الله قد شدت عزائمهم قوم إلى بسم الله والحمد لله. إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. حديثنا اليوم عن شيخ جمع بين العلم والروح والحكمة والعقل، هيأه الله تعالى لأشرف المهام، فكان داعياً إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. إنه الشيخ أحمد كفتار. ولد الشيخ سنة 1912 ونشأ في بيت علم، نذر حياته لهدف واحد ألا وهو الإسلام تجديداً وإحياءً وإصلاحاً. كان للشيخ منهجاً في التربية يتلخص في إعداد الدعاة وبنائهم علمياً وروحياً، ومن ثم توجيههم إلى بلدانهم وقراهم يدعون إلى الله تعالى فيها. أنشأ الشيخ أحمد مجمعاً كبيراً يتخرج منه المئات من طلبة العلم في جميع أنحاء العالم. وكان الشيخ أحمد صورة مشرقة عن الإسلام، متمثلا في دعوته قول الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فكان يخاطب كل فئة باللغة التي يفهمونها. كان للشيخ دروس علمية أسبوعية، فسر خلالها القرآن الكريم 4 مرات. كان يحضرها أحيانا ما يزيد عن 50 جنسية. تتلخص دروسه في التوجيه والتربية وبذل نصح لكافة طبقات المجتمع. وكان شعاره في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. قصتنا: دخل على الشيخ أحمد تلميذه الشيخ رجب دين، فوجده يبكي، فسأله: ما الذي يبكيك يا شيخي؟ فأجابه: يا ولدي، لقد كبرنا واقترب الموت ولم أقدم شيئا للمسلمين. فاستغرب الشيخ رجب وقال له: أنت الذي أسلم على يديك الآلاف وسافرت للعالم كله تنشر دين الله عز وجل، ثم تقول: لم أقدم شيئا للمسلمين. فقال له: يا ولدي، العالم الحقيقي هو الذي يغير مجرى التاريخ. العلماء لهم جاه ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول. قوم كلا الله قد شدت عزائمهم.